السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شباب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفينك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفضح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي حصة اليوم حنتكلم على أمر عجيب وعجيب في الجزائر. للأسف الجزائر رجعت بلد العجائب والمستحيلات، وكل شيء ممكن في جزائرنا الحبيبة. ما فهمنا ولو قبل بضعة أيام قلتونا باللي الكاف بعتت برقية للكاف للفاف و لشباب الثورة تمنعها من اللعب في ملعب وهران، وكل ملاعب الشان ما يتلعبوا فيها حتى مباراة باش تكون في أبهى حلة. قلنا لكم بلي كاين خيانة، والكاف ليس لها الحق تتحكم في الملاعب تاعنا. وقلت لكم راكم حكرتوا الثورة، ولكن بعد يومين فقط يخرج وزير خرشف، وزير العار اللي اعتبره اضعف وزير في تاريخ الحكومات الجزائريه، راح لتمرست ودار تصريح تحسبه هو رئيس الاتحاديه ودخل في الامور اللي خاطيته. وهنا بان بلي زفزاف مجرد جاريه، مجرد قائم بالعمل على الفاف. هذا ما كان تشوف الوزير يهضر يقول لك بلي اكسيبسيونيل ودرنا وقال لك بلي غادي الجزائر تلعب في قسنطينة لي ماتش اميكو تاع لقاءات وديين تاع شهر نوفمبر تاع كاس العالم. انا بالنسبه كبيره ما غاديش نتفرجهم باسكو الناس رايحه بارتيسيبي كوب دي موند، وانا راح نتفرج. والله ما نتفرج باذن الله، ان شاء الله يا ربي ما نتفرج هذو لي ماتش، ما نتفرجهمش نورمال. قاعد نحكي على لا ليس ولا ما نحكي والو كاع، لا حدث ما نتفرج لي ماتش تاع الاوروب وصاي. اسمعوا واش قال هذا الوزير. قال لكم باللي بالماضي بطلب من بالماضي غادي نلعبوا في قسنطينة، والصاورة وبقرة دوك نحكوا عليها. اسمعوا معنا تشوف الحقرة نورمال بالماضي والحقرة. المنتخب الوطني سيكون حاضرا في التواريخ الفيفا في العطلة اللي تكون فيها الأندية، وسيتم تنظيم مقابلتين تحضيريتين في شهر نوفمبر. ولأن الفريق الوطني هذا ملك لكل الجزائريين، وباقتراح يعني من الناخب الوطني سيتم تنظيم المقابلة في مدينة قسنطينة في الشرق الجزائري. نظمنا مقابلات في الغرب، نظمنا في وإن شاء الله يكون هناك عرس يعني جماهيري يعني كما عودنا الفريق الوطني. ماذا سمعتوا؟ قال لك باقتراح من جنب الماضي. انا خطيب قلت لكم اللي غادي يشوف اللي يلعب في وهران باسكو الفوضى والتريستيج ديال الحاله، السهرات كنا داروا حاله خطيفه في وهران. خاف قال لك انا ما نجمش نتحكم في المجموعه في 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 وهران. راحوا لقسنطينه وداروا طالب، احنا نطلبوا الكاف. واحد قال لي داروا طالب الكاف، احنا نطلبوا الكاف باش نلعبوا في الاستاد تاعنا. هذه قنوق، هذه قمة الدل والطحين. هذه وراكم رايحين بوقرة قال لكم نلعب في قسنطينة، قلت له ممنوع. قال لكم نلعب في وهران، قلت له ممنوع. بوقرة قالها علانية، قال لك بلي لعبتوني بلا شعب، وراه الأمر. قال لك بغيت نلعب مع الشعب. دوك شكون اللي عنده منافسة رسمية، بوقرة ولا بالماضي؟ بوقرة عنده شان تلعب في الجزائر، قال لك نحضر في ليستاد جدد، قادر تتكلاسي الدوزيام تروح تلعب في قسنطينة في الجروب تاعه يلعب في براقي. قلت له لا لا، في سابقه تاريخيه قلت له روح طبروقه في لاش في تونس. اي احنا الجزائر قاره دوله اقليميه قوه اقليميه وقوه كذا، نروح لطبراقه. كيف هذه فهموها لي؟ هذه شايه لا بوكره يروح لطبراقه وبالماضي غير في 24 قال لهم نلعب في قسنطينه تلعب ماشي مشكل، ولكن الطامة الكبرى دوك نديرو عليها حساب. ما يلعب تاع قسنطينة مراش في أبها حلة. والمناجر بزاف نعتبرها مناجر جارية عصابة سي موسى، قالك دالو تقرير أسود، قالك التيران ماشي مليح والناس راهي تقول ممكن بروبوزي نلعبو سان جويي.
ممكن إمكانية كبير مع مقسنطينة ما تساعدهاش، هو خاصها وين يحضر ما يدخلها الشعب يتصور ساكي واعرة بني عرب. رجعنا على بالك باللي أضحوكة عالمية، أضحوكة عالمية، ناخب وطني يرجع فوق الجميع. بوكرا ينحقر نورمال، ينحقر عادي نورمال. بوكرا روح لعب في طبروقة، لعب مع هادي لعب مع النيجر لو دو لو 29 في اكتوبر، ولو 11 عفوا لو 2 نوفمبر يلعب مع مالي، مع النيجر مالي يلعب في طبروقة في تونس عادي. قال له روح دبر على روحك العب بارتو، المهم ليستا تاع الجزائر ماهمش واش يجي لك. قال له بغيت تلعب تلعب في الصيف، يلعب في الصيف يبريباريشن، يلعب في الصيف يلعب في طارتون. ها حشمو على عاتكم، ها حشمو، ها فضيحة. دوك راهي فضيحة عالمية. دوك هذا وزير ولا شاه، هذا اتحادية ولا شاه، هادو أضعف 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 تاع الأضعف. واش ثورة؟ روحوا للثورة، صاروا قلت لهم ما تلعبوش فيها، انا نشوفكم غتولوا غير الوهران في بالك. غادي يسجلوا يقول لك محال، الكراسه ما كانش ولا عفسه كيما هاك، غادي يروحوا في بالي يروحوا غير لا 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 غير لا 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 الوهران. الوهران قلت الثوره ما تلعبش، هاكم غير حشمانين باين تروحوا الوهران، اي حشمه يقولوا نقولوا الوهران وما عادش نخلطوها. من يقول الخط الاحمر الوردي قوس قزح ما كاش مشكل، الكاف ما علبناش بها، بصح مين قالها بوقر؟ لا الكاف ما بغاتش. مين يقولها سميه لي يقولها ثورة بشار محقورة، باسكو منطقة مساكن الجزائر العميقة، ما كانش بشار لا باش تروح دير لهم سطات كيما سيادكم، ما ديروش سطات تاكلوا الدراهم غير كوش دروات في لي زافير والتخرويط. أي وين نروح بكم بهذه العقلية؟ وين نروحوا بكم؟ وين نروحوا بكم؟ هذا الكيل بمكيالين. بوقرانة بلي راه يتعرض إلى مؤامرة وندير عليها حساب، دوك الماركيها تاع بوكرا ندير عليها حساب ونضرب كاع شي كاين بينها بين بالماضي ولافير تاع من الصباح ولافير تاع مطمور، باسكو ما بغيتوش تحشمو. هذا بالماضي نورمال باغي يولي رب زاير عادي، رب زاير هذا صاحب تردونا قولوا لنا في الدستور بلي هذا مرفوع عنه كيف هذا معصوم من الخطأ. هاي هذا ردونا نبي الجزائر في 2023 خرجت نبي 22 فانتر خرجت نبي في الجزائر وسي بون بالماضي ولا نبي تاع الجزائر، نبي الجزائر بلد مليون ونص مليون شهيد اللي الناس قاعده تعرف القوه تاعها، راهي خرجت لنا نبي جديد هو جا بالماضي. من بوكر ما يلعبش في عنابه، ما يلعبش في سطح تاع الجزائر، طردوه طبراقه لتونس، من بعد يلعب مع سوريا في بالي في الامارات في الشارقه، ونسي خونا الثوره تطرد بشار بلاد الجلاليل يطردوا وتاليمينيو وتقصاو بسبب هذا التعسف الحقره. ويجي سي بالماضي في 24 يقول لك نلعب في قسنطينه وبلعوا فهمكم اوكي سمعا وطاعه، والوزير يخرج ومنا بس حتى عيان. هذه العداله الالهيه، عمر حجار ما ينجح في حياته. انا تملي بكره راه يتعرض الى شتى تعرقيلات والناس راهي حرمته، هو ولكن بطريقه رسميه نردها في طريقه رسميه، باسكو الوزير متواطئ مع زبزاف وبالماضي باش يكسروا بوغرا، باسكو بوغرا اللي عنده ماتش اوفيسيال يطرد، والناس اللي ما دي ماتش. انا كان جيت كيما ما نلعبش كاع لي ماتش اميكو تاع نوفمبر، واش نديروا بهم؟ الناس راهي على لا كوب دي مون تلعب تبريباري بروحها، حنا واش نديروا بهاد لي ماتش تاع نوفمبر؟ نعاونوا بوغرا نورمالمون كاع بوغرا يتعاون نتعاونوا مع بوكرا، ولكن نو الحسد والبغض على بالكم شكون الحسد والبغض راكم تعرفوه، لكن هو خط وردي ما بغاش بوكرا يدي كوب ضرب وماش باغي يدي الشان، ولكن كاين العداله اللي جا بوكرا وكل الطاقم تاعك بدون استثناء ربي يعاونكم، ربي يعاونكم باسكو راكم محقورين. لي ماتش ما بغاوش يدبروك، لي ماتش هادو اللي دبرهم دبروهم وحدهم بالمعارف تاعهم، ما با الفاف ما عاونتهمش. يقول لك وبكره راه ساكت وحاملها ماش خالص وساكت ماشي يخلص به بالطاقم تاعه، المساء ما عندهم اوكان وسائل الراحه وراه ساكت. قال لك معليش انا نخدم في السي في تاعي، جبت الكوب ضرب وان شاء الله نجيب الشان، نجيبها باذن الله بوركوا با، باسكو على بالهم باللي بكره هو ان شاء الله لا ربي يكتب يقدر هو يدي المشعل تاع ليكيب ا، ولكن ماهوش باغينه باسكو الناس قلوبها كحولين، نحن وبعدنا طوفان، لكن كاين ربي غادي يخلص فيكم وخلص بسببكم، الشعب راه يخلص وحنا ما حناش المونديال بسبب الجبروت تاعكم والتعجرف والتفرعين تاعكم عليها، ما رحناش المونديال
هذه سموها تعاقبتوا انتوما، ولاجيري راحت في 60 داهيه بكم انتوما، حسبي الله ونعم الوكيل. احنا ما عندنا اوكي انتيري، ونتحدى اللي يثبت علينا حاجه تاع انتيري، ما خصنا حتى حاجه، خصنا نفضحوكم. انا مهمتي نفضح الهايشر تاعكم، ولكن مادام كاين الهايشر الطغاه كاينه. مادام انا شفت واحد الستاتي درتها في لاباج تاعي، قال لك شكون اللي يتمنى تقضي عليه، الهايشر ولا الطاغي؟ قال لك اللي تقضي على الهايشر. علاه؟ قال لهم باسكو لو كان ما كانش الهايشر ما كانش طاغة. الطغاة ما عندهمش اهميه، بصح الهايشر هما اللي طلعوا الطغاة. تحيه لكم خاوتي، وان تو تري فيلازي، فيفا لاجيري، والسلام عليكم.